عليك سعاد تعي عليك تعي صباح الخير. أهلا، شو صاير من بيك الأستاذ فارس؟ هلق لقي سعاد، اسمعيني، أنت رفيقتي الوحيدة وأنا بورطة. أنت قايلة إن الأستاذ فارس متحرش فيك. هلق مو وقت الحكي. شو مو وقته؟ أنت قايلة هيك يا؟ إيه انقبرت وحكيت هيك يا. يخرب بيتك شو ظالمة. لقي سعاد، أنا بدي فهميك شغلي. لا تأخريني، بس أخلص دوام بمرق عليك. ولك شو بس يخلص الدوام؟ الله يخليكي، أنت لازم تشهدي معي قدام بيي. شو؟ بأنه أنا ماني مدخن. بالله، وإذا سألني وأنت شو عارفك إن أنا مدخن؟ بالله بعرف كيف بدي اقول لك اياها. امبارح انا قلت له لبيي انه انت المدخني وانا بجيب لك دخان من عند ابو خليل. شو؟ ولك يخرب بيتك، وصلت معك لهنا، بدك توقعيني لتنجي انت؟ بالله ما كان في حل تاني. ولك شو ما في حل تاني؟ والله تخرب الدنيا على راسك. ليكي سعاد، انت رفيقتي الوحيده، الله يخليك توقفي معي. بالله، وتقاتل مع جماعتي؟ ولك الموضوع ما رح يوصل لجماعتك، بس لأي وقت بيسألك. إيه لا محزرتي، روحي لاقي لك حل تاني، أنا مستحيل أدخل معك بهيك ورطة. ها ولك سعاد، لك سعاد الله يلعن بيو لبيي، قال رفيقتي قال. وش الخير؟ بعمل لك فطور يا بيي، بعمل لك فنجان قهوة تصحي راسك. رح سوي قهوة. شو راح بيك؟ راح. والله ما حسيت عليه. فطير؟ لا تقطعني، كيف ما حسيت؟ في احكي معكم شوي خارج المراجعة. للأسف كلكم ادريتوا ايش صار امبارحة بيني وبين أول زميلتكم يرمين. إيه والله، وكلنا زعلانين من بعاد العهد عاملي. أنا اللي بدي أقوله إنه الكلام اللي قالته زميلتكم يرمين مو صحيح. نعرف أستاذ، طول عمرك زعلان. لا ما قصدي أقول هيك، يعني أنا بصراحة بعتبركم مثل بناتي، وبخاف عليكم مثل ما بخاف على أهلي. لك أنتوا مثل أهلي وعز. صدقوني إذا وحدة جابت فيكم علامات قليلة بشي امتحان أو ما عرفت تسمع أو تعرب شي جملة، بنقهر من كل قلبي وبروح على البيت وأنا عم أفكر شلون بدي طور لها معارفها من شان ما تكون مقصرة عن زميلاتها. فشلون بدي أتحرش بطالبي؟ لك شلون بدي أتحرش بطالبي من قلب بناتي؟ أستاذ هند أشرف من الشرف، أفيدا تعذب حالك وتشرح لنا، نحن بنعرفك منيح وبنعرف نرمين منيح. اللي صار أذاني، أذاني كتير. حسيت إني أستاذ فاشل. أنت أحسن أستاذ بكل المدرسة. أنا حبيت فضفض قدامكم من شان ما أنفهم غلط أو تتاخد عني نظرة مو منيحة، خاصة من طالباتي اللي بعتبره مثل بناتي. ولا يهمك أستاذ، أنت كبير وبتضل كبير. وهلا خلونا نبدا الدرس. كرا كراكر سر كبير كبير غريق. يلا اكر. شو حالك حسون؟ شو حالي؟ عندي سر أقول لحدا. روح يا تعال.
دحان خلصت تعايك دي ايه ده حسون بلا خلصت تعايك هيك يلا يبعن بيبي يلا لك يلا صباح الخير يا نرمي صباح النور استاذ حسون امل بدي خالتي معادل شوي يعني بدي اياها كلمة سر يعني بس تيجي بتفوت انتي لجواها سر قلي ده شو سر شو قلت لك سر عافيني قلي صار في اسرار علي يا حسون ولكن نسيت قطع الكيري اللي بعطيك هي لا ما نسيتها جبنة الكيري حبا بس عافيني قلي طيب قلي هيك يعني رؤوس اقلام ونقل لامي ما تجرجريني بالحكي يعني معي مصاري بشتري اللي بدي اياه من عند بخلي ها ومن لك المصاري من عند خالتي مش عادي شوف يا حسون اذا بتقولي شو القصه والله العظيم ابخليك تشوف امي وقفي جبني كل عمرك يا معادي معادي ولك شو حالك شو صار لك هلا خبر يطلع امي ولك امي شو بده خالتي معادي اللي بدي اياك بكلمه سر سر اي والله سر تعال فوت لجوا يلا شاي ها تعال يا حيوان تعال حسون بدك تقول لي شو صار لا والله بدي اقول لك ولا هيك كلمه يعني بقول غير عم عادي بتشوف خليك هون يا خد شو بقول لك سر قلها تجوا شو قلها قلها فوتي انت فوتي 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 على الغرفة شو هذا يا عمي نقلها سر وده توقف تسمعه بتقلك امش هذا انه نرمي ما تدخن على من جد وهي كانت تشوفها من الشباك تبع الغرفة وقال ما حكت لك مبارح لانه القتالي كانت حامية وبتزعل نرمي منها وبتقلك اذا مو مصدقة هي مستعدة تحلف لك على كتاب الله إنه نرمين من الدخين وقصة الأستاذ فارس صحيحة 100% ولك شو مي ودوده ومو بس بنت اسماعيل اللي شافتها بنت برائد كمان يعني صار أكتر من شاهد هي قالت لي هيك قلك بالحرف الواحد أي وقال هي بعدتني إلي لأنه هي أبدا حدا يشوفها جاي لعندك لا رح طق بدك مني شي خالتي معادي لا روحي نت يلا خاطري شو كان بده هالمهمول ولك شو حالك يا امي شو صيفني شو كان بده ولك شو ولك شو بده ولك يا امي ولك يا امي شو بده ولك شو حالك يا امي ليش ما تعمل هيك يا ولك هلقتينا مع العالم وكفي مدحني يا كذابي انا مدحني ولك حيشي تكذبي حيشي بيي كان رح يموت وبيتقتل مع الاستاذ وانا هجمت انا مثل بارو وطلعتي مدحني يا شحار وبيتك يا ابو عادي ولك يا امي ولك يا امي بترجعكي والله العظيم هلا بعمري الله يلعنك الله يلعنك نحن بنعرف الربي نحن والله لو بنعرف الربي ما صار معنا هيك يا قلتي لي مدحني ما تدخلي يا حرمبان شوفي وليك شوفي يا بتقول الحق يا بكسروا لراسيك الاستاذ تحرش فيك ولكن انت ما تداري عملتيك قولي قولي ما قلك قري ولك يا امي معقولة معقولة بتشكي فيني والله لا ما تحلفي فيه ما تحلفي قولي الحق الحق انه انا ما دخيل بس الاستاذ تحرش فينا يا امي الله يخليك يا امي الله يوفقك يا امي ما تقولي لبي وانا بوعدك بوعدك يا امي بعمري ابقى عيدة والله لازم ابقى عيدة وكل انسان بيغلط ولكن نهجي مع الناس من بهدلة والبهدلة ساكنة بديارنا ولك تصوف عليك تفو من قلب محروق مقولة تفو عليك تفو
ولينا كلنا هو. عادي 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 يا عادي، اهلا بالغالي بالغالي. دقيقه دقيقه عمي دقيقه. وقف وقف يا عادي، كيفك عمي؟ شو اخبارك؟ اهلا اهلا. كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. كيف العسكريه؟ مليحه مبسوطين فيها. اخ انت مبسوط وبيك ما يحترق من الفصول اللي ما تصير معه. فصول؟ فصول شو؟ فصول شو يا اختي؟ امبارحه لولا ستر الله ولولا ما مسكته الناس بشرفي بشرفي كان صار جريمه. جريمه؟ جريمه شو بالعز؟ اخ يا عمي اخ والله ماني عارفان شو بدي قلا. عمي بالعز قطعت قلبي، قل لي شو فيه. بالله الشرف غالي وهنا أفيني أحكي غير هكيا؟ ولك قصة فطر كيكيبة. الله الله شو بدك لا فيك خييب. الأستاذ فارس امبارح تحرش بخيطة. شو؟ إي والله امبارح بيك كان بده يقتله وما فكوا الناس، وكان راعى السجن وراه الأستاذ النشيح. وبي وينه هلا؟ والله بعرف يمكن بشغله، بس هلا قبل شوي شفت هذا الواطي الأستاذ فارس ماشي ميت مختر وكأنه مو صاير شيء. العمى 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 بشرفي أعراض الناس منا لعبة يا عمي والله. وين يا عادل؟ عادل 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 وقف وقف دخلك وقف دخلك لك عمي. الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك. شوفوا لك عمي، انا بعرف شو ما يقول لك بالعز، بس هذا واحد كذاب قال ما يتحرش بخيته. اقسم لك بالله الاستاذ فارس بريء. خيتك كانت بتدخن بالمدرسه، قام الاستاذ كعره تجيب ولي امره، قامت اخترعت القصه انه ما يتحرش فيها. الله وكيلك هذا اللي صار. طيب وشو موضوع بي انه كان بده يعمل جريمه؟ هذا من تحريض ولاد الحرام. بعدين بيك قلق مع الاستاذ بفوره غضب، والمشكلة هلق هديت بدنا نشعلها. بس هذا شرفي يا عمي. ولك شو بدك انت ولك عمي؟ شرفك من شرفنا، وانت في حدا بيصير يحكي عليك وعلى بيك؟ ولك انتو بيت معادي. لكن شو هالحكي اللي ما يحكي بالعز؟ لك هذا واحد منافق لانه متقاتل مع الاستاذ وابي يعطي ريق حلو ما يحكي هيك. يا شوف لك عمي، نحن معتمدين عليك تتهدي بيك وامك، بصير تحكي هيك؟ يلا لك عمي يلا، عازمك على كازوزي. تعال ادخل لك. تعال تعال. تعال عمل تعال قلبي يا شحار قلبي. الله يسامحك يا ابو عادل.
الله يسامحني. تحضي بحضي هريت نعمتها للبنت. هل تطلع لبرا؟ ما تقلعني إليه؟ إيه إلك، طلع بريحة طيبة أحسن ما فرج العالم عليك. ها بدل ما تتمرجل علي، روح تمرجل على خيتك اللي فتحتك قدام الضيعة كلها. لك طولك وش الناس؟ لك ليه؟ تركني يا عمك، اطلع حالي. خلص، على البلاد الباس. قلع العمومة أسقلها ولد بلا تربال. يطلعني من بيتي قبل ربع ساعة كان ما يترجاني تأحكي مع رفقات الضباط ينزلوا إجازي. ضيعة نشح، بدل ما يشكرني كله لأنه قلنا له شو يحكوا عنه بالضيعة. تو عجي. الحمد لله يا ربي. يا معلم شفتي ما يصير فينا؟ ولو بيصير هيك يا ابو عادل، بيصير هيك ما معقول. رح نقتل الاستاذ بمركزه بنفاق. ولك ايه، بس المشاكل لا بتنحل هيك، بتنحل بالهداوه. اين هداوه يا زلمي؟ ما ضل براسي عقل. ولك قلت لك بيجي لعندك بنحل الموضوع بهداوه. ما بتقدر تكون صبور. والله الحق علي، انا ما كان لازم بيع دخان. اخ الحق على تربايتي العاطله. ولا ونص الالف خمس مين طفلي وحق. حامل ام حصون ليلك رمح والهد هدي سكين. وين الصبح وين الإفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار والأرض المليانة صخر والحيل شو غدار. كرمك صوت العود ترندح جروحها، يمكن تجي الوعود عالدرب الله.